Welcome to Tarsana's videos. To read all of our full articles and watch our videos, visit the website www.tarsana.net. And, don't hesitate to write to us or comment on the subject. <laughs> لطالما كان العراق يمثل نموذجا نستحضره في الذاكره الجماعيه عندما نتكلم عن الجيوش العربيه الاقوى والاكثر تاثيرا وكان طموحا في اهدافه لانشاء صناعه عسكريه وطنيه لكن كم الكل يعلم ان هذه الصناعات والمشاريع تعطلت بعد حرب الخليج الاولى في التسعينات بسبب العقوبات الدوليه الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 لم يقضي فقط على ما تبقى من الصناعات العراقية بل حاول أن يحول المنهج التسليحي للعراق إلى الاتكال على واشنطن لكن هذا لم ينجح طويلا بسبب امتناع الولايات المتحدة عن بيعه ما يحتاجه العراق فعلا وباعته العتاد الذي تراه هي مناسبا ولا يكسر التوازنات الاقليمية من هنا جاءت حاجة بغداد لتنويع مصادر التسلح وإعادة إنشاء صناعة دفاعية في هذا الصدد بحث رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي معه وزير الإنتاج الحرب الباكستاني التعاون في مجال التصنيع العسكري وذكر بيان الهيئة في 15 أيلول سبتمبر الماضي ان وفدا من هيئه التصنيع الحربي برئاسه رئيس الهيئه قد زار باكستان لمده ثلاثه ايام اطلع فيها على الامكانات المتاحه في مجال التعاون في الصناعات الحربيه والتقى مع قائد الجيش وكبار قاده الجيش الباكستاني والفنيين المختصين في عده مجالات وزار المصانع العسكريه الباكستانيه وقد ابدى الجانب الباكستاني استعداده الكامل لنقل التكنولوجيا والشراكه مع العراقي في هذا المجال ولغرض تنفيذ هذه التفاهمات وقع الجانبان محضر اجتماع تفصيلي مع جدول زمني للبدء بشراكه استراتيجيه تبدا من نقل التكنولوجيا وتنتهي بانتاج محلي للاعتداء والاسلحه والمعدات التي يحتاج لها الجيش العراقي والقوات الامنيه فما هي المنتجات الباكستانية أو التقنيات التي تستطيع إسلام أباد نقلها لبغداد؟ مع عدم توفر المعلومات الرسمية حالياً، نستطيع استنتاج بعض الفرضيات المنطقية انطلاقاً من الحاجات العراقية وما ممكن أن تغطيه الصناعات الباكستانية. في المجال الجوي مثلاً، العراق بحاجة لاقتناء او تصنيع لكل مكونات القدرات الجويه ومن الممكن ان تعرض باكستان على العراقي بيعها طائرات جي اف وخطوط لانتاجها كما فعلت مع مصر ولكن هذا السيناريو التصنيعي يبدو لي صعبا لان العراق يفتقر الى بنيه صناعيه في مجال الطيران ربما من الأسهل اللجوء حالياً إلى تصنيع الطائرات المسيرة وشراء مسيرة شهبر الباكستانية كما فعلت الجزائر. في المجال البري وبعد توقف إنتاج دبابات أسد بابل التي استنسخها العراق من التي 62 السوفيتية والبنادق الآلية المستنسخة من رشاشات الكلاشينكوف والدراغونوف ربما سيلجأ العراق الى تصنيع دبابه الخالد الباكستانيه التي صدرتها باكستان الى السعوديه وغيرها من الاسلحه البريه هنالك مجال اخر لم يهمله العراق وكان سباقا فيه هو مجال الصواريخ الباليستيه اول دوله استخدمت الصواريخ لتدك المدن المعاديه في حرب حديثه هي العراق عندما كانت تقصف العمق الايراني في الثمانينات واشتهر العراق بتصنيع الصواريخ المشتقة من صواريخ السكوت بي والسكوت سي، كما انه طور بعدها صاروخين ارض ارض هما العابد والحسين. لم يعد هناك صناعة للصواريخ البالستية في بلاد الرافدين، وهذا معيق للغاية، خلال إن كل دول المنطقة باتت تملك ترسانات صاروخية ثقيلة، وقد استخدمت ضد اهداف على اراضيها كما فعلت ايران عندما قصفت القواعد الامريكيه او قوات داعش والمراكز السريه الاسرائيليه تحت الغطاء الكردي في شمال العراق لهذه الاسباب من المنطقي ان يسعى العراق الى انتاج الصواريخ الباكستانيه محليا الصواريخ التي ربما تهم بغداد وتريد أن تنتجها برخصة من إسلام آباد هي أو من النوع المجنح أي صواريخ جوالة كصاروخ بابور أو من نوع باليستي كصاروخ شاهين وصاروخ خوري سنحاول في مرحله قادمه ان نقدم لمحه عن مواصفات السلاح الباكستاني وخاصه الانظمه التي سردناها والتي قد تهم العراق او دولا عربيه اخرى If you like this content then support us by pressing the thumb button share and subscribe to the channel to be informed of new publications and don't hesitate to write to us or comment on the subject. <laughs>